بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 38 بعد 100. تذيل بها الرسالة انشر تؤجر، ما صحة هذه الكلمة؟ ونرجو منكم التوجيه. هذه الرسائل للجوالات فيها خطورة عظيمة، فلا يجوز العمل بها إلا بعد التأكد من صحتها ومعرفة من نشرها، لأن هناك دعاة ضلال، هناك جهال، هناك مخرفون يريدون نشر الخرافات والبدع، فلنكن على حذر. فإذا جاءتك رسالة في جوال اسأل عنها أهل العلم هل هي صحيحة أو غير صحيحة، ولا تعمل بها بمجرد أنك تراها على الجوال. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول الشيخ: ما حكم من صلى قبل الوقت إذا كان في صحراء، هل يعيد الصلاة؟ بلا شك يعيد الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا إذا دخل وقتها، فمن شروط صحة الصلاة دخول الوقت. نعم. أخيرا فضيلة الشيخ يسأل يقول: من الذي نقط حروف القرآن وكذا التشكيل؟ نقطه العلماء السابقون، وقال إنه الحجاج أو غيره، والله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل أبو إبراهيم يقول: فضيلة الشيخ، ما مناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ مناسبته أنه دخل رجل بعدما قضيت الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا صل معه. نعم. امرأة تذهب مع السائق إلى الحفلات والعزائم وهي متعطرة، آخذة بحجة أنها تعطر الأطفال الذي معها بنفس العطر الذي تستخدمه، وتركبهم بالسيارة قبلها ثم تركب هي بعدهم، ما حكم هذا العمل؟ لا يجوز لها التعطر عند الخروج، لأن هذا يسبب الفتنة، ولا تعطل الأطفال، يسبب الفتنة. وأما الأطفال إذا كان تزول بهم الخلوة، لأن كانوا مميزين تزول بهم الخلوة فلا بأس. نعم. كم مدة القصر في السفر إذا كنا مسافرين ولا نعلم مدة الإقامة ولا نعلم متى سوف نعود؟ إذا كنتم مسافرين وأقمتم في بلد أو في بر ولا تدرون مدة الإقامة فإنكم تقصرون الصلاة، لأنكم ما زلتم مسافرين. نعم. جزاكم الله خيرا. سائلة تسأل عن بعض العطورات والكريمات ترطيب اليدين والجسم التي يدخل في مكوناتها مادة الكحول، هل يجوز أن نستخدم مثل ذلك؟ إذا ثبت أن فيها كحولا، يعني شيء من الخمر ولو قليلا، لا يجوز استعمالها، لأن الخمر يجب إتلافها ولا يجوز استعمالها بالتداوي أو بالنظافة أو غير ذلك، يجب إتلافها. نعم. فضيلة الشيخ، هذا رجل دخل مع الإمام في صلاة الجنازة وقد كبر بعض التكبيرات، ماذا يلزمه؟ يدخل معه فيما بقي يعتبره أول صلاة، أول تكبيرات، فإذا سلم الإمام يكمل التكبيرات على هيئتها وعلى صفتها، ما لم يخش رفع الجنازة فيتابع التكبيرات ويسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل للبرنامج أبو زياد يقول: فضيلة الشيخ، أدعو دائما ليلا أن يجعلني من الذين يصلون الفجر مع الجماعة في المسجد، ولكنني أضع المنبه وبعض الأيام ما أصحى إلا متأخر، فهل يلحقني إثم في ذلك؟ إذا كنت تعلم أن النوم ثقيل وأنه يغلبك فلا بد أن تعمد من يوقظك، من حولك، من أهل بيتك، من جيرانك، من أصدقائك، يتصل عليك بالجوال، بالتلفون، أو تجعل عندك ساعة منبهة، لا بد أن تعمل الأسباب للقيام للصلاة. نعم. فضيلة الشيخ يقول: نطلع للبر ونصلي جماعة على زل التأجير مؤجر، وأخاف بأنها ليست طاهرة، فأضع شماغي تحت وجهي على جبهتي، فهل لي ذلك؟ الأصل الطهارة والحمد لله، ما لم تعلم أنها نجسة، ما لم تعلم أنها نجسة فالأصل الطهارة. نعم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذه الأخت السائلة تقول: هل نفح الرأس للمرأة مثل الرجل؟ وإذا كان شعر المرأة كثيفا كيف تعمل؟ نعم، مسح المرأة لرأسها في الوضوء مثل الرجل، تضع يديها على مقدمة رأسها مبلولتين بالماء، ثم تمرهما إلى قفاها، ثم تردهما إلى المكان الذي بدأت منه. أما مسح الرأس ونجل من الشعر فلا يلزم مسحه. نعم. هذا السائل فضيلة الشيخ أبو عمر يقول: فضيلة الشيخ، حدثونا عن أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما حكم ترك الأمر بالمعروف والتغاضي عنه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، وهما من أصول هذا الدين، أصول العقيدة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، وهو بحسب الاستطاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الذي له سلطة سواء عامة، إن جعله ولي الأمر من رجال الحصبة، أو كان له ولاية خاصة على بيته، فإنه يجب عليه الإنكار باليد. ومن لم يكن له سلطة فإنه ينكر باللسان، إذا كان يقدر عنده علم ومعرفة ينكر باللسان ويبين أن هذا منكر وأن هذا حرام ولا يجوز، ويحذر من ذلك. وإذا لم يكن يعلم بالحكم فيبلغ المسؤولين ورجال الحصبة عن المكان والزمان والأشخاص الموجودين في المكان الذي فيه منكر. وإذا لم يستطع الإنكار باللسان فإنه ينكره بقلبه ويكره أهله ويبتعد عنهم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا كنت أنا وأخي مثلا نريد أن نعتمر عن أبينا، فهل إذا دخلنا الحرم في وقت واحد وطفنا وسعينا وحلقنا في نفس الوقت، هل تصح العمرة عن أبينا، أم يجب أن يعتمر كل واحد منا في وقت يختلف عن الآخر؟ كله جائز، إن اجتمعتم وأحرمتم جميعا وأديتم مناسك العمرة جميعا فلا بأس بذلك، وكل واحد يقوم بهذه العمرة، فتكون عمر متعددة عن شخص واحد في آن واحد من عدة أشخاص، لا مانع. وإن تفرقتم واحد بعد الآخر فلا مانع. ما حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟ لا ينبغي، ينبغي أن يكون بين العمرة والعمرة وقت، ولو على الأقل ما ينبت في الرأس شعر يؤخذ في النسك. أما متابعة العمرة في يوم واحد في وقت متقارب فهذا غير خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى، هو جائز لكنه خلاف الأولى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج يقول: سوف نذهب بإذن الله إلى جدة، ونحن من أهل الطائف الشيخ، وسنمكث هناك أسبوعين، فهل نجمع الصلاة؟ إذا كنتم تريدون الإقامة في جدة أسبوعين فلا يجوز لكم جمع الصلاة ولا القصر، لأنكم أصبحتم مقيمين، تصلون كل صلاة في وقتها مع الجماعة، ولا تقصروا تامة غير مقصورة. نعم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، الهدي هل هو بمعنى الأضحية أم يختلف عنه؟ الهدي ما يذبح في الحج أو يهدى للكعبة المشرفة في الحج وغيره، هذا هو الهدي، ما يقترن بالحرم أو بالإحرام هذا هو الهدي. وأما الأضحية فتكون في الأمصار وفي البيوت في أي مكان، وهي شعيرة أخرى. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أبو عبد الله يقول: فضيلة الشيخ، ما خطورة الرشوة على الفرد والمجتمع؟ خطورتها عظيمة وخطيرة، لأنها تفسد المجتمع، تخرب الأعمال الوظيفية، تسلط الظلمة على الناس، وهي كسب خبيث، كسب حرام، وهي سحت. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي، فهي منكر ظاهر يجب إنكارها ومناصحة من يستعملونها، فإن لم يمتثلوا إنه يجب رفع أمرهم إلى المسؤولين، يأخذوا على أيديهم، يجب فضح أمرهم
إذا لم يمتثلوا ويتوبوا ويتركوا الرشوة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخ السائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا متزوج من زوجتين، وحصل أن توقفت الزوجة الأولى وأجريت لها عملية جراحية كبيرة، ووعدتها عند خروجها من المستشفى بهدية، هل أهدي الثانية هدية أخرى؟ لا يلزم كذلك، إذا كبر خاطرها بعد المرض والعملية فلا يلزمك أن تهدي للثانية، إنما الواجب النفقة، أن تساوي بينهما بإعطاء النفقة كل واحدة ما يكفيها وما يليق بها. نعم. فضيلة الشيخ، أولا يقول هذا السائل: ما أفضل الدعاء في يوم عرفة، وإذا وقف الحاج في عرفة وهو جنب؟ يصح الوقوف على غير طهارة، وهو جنب أو على غير وضوء لا بأس. وأفضل الدعاء ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أفضل الدعاء دعاء عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويكرر هذا الذكر ويدعو بما تيسر له من الأدعية من خلال ذلك. نعم. أبو عمرو من مصر يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم تحديد النسل بأن يقول الرجل لزوجته: نريد أن نتزوج ولكن سنخلف ولد وبنت فقط مدى الحياة؟ هذا ليس بأيديه، ما بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز تحديد النسل. كراهية الأولاد هذا من أمور الجاهلية، لأنهم كانوا يكرهون البنات، وكانوا يكرهون كثرة الأولاد خشية من الفقر. هذه أمور جاهلية يجب تركها، والاعتماد على الله، والنسل مطلوب. قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود فإني مكافئ بكم الأمم يوم القيامة. نعم. له سؤال عن آخر عن التشاؤم الشيخ، يقول: من بعض الشهور، فلي بعض الزملاء يعني يتشاؤمون من بعض الشهور، فقلت لهم بأن هذا مخالف للشريعة. هذا طيرة، التشاؤم بالشهور أو بالأشخاص أو بالأمكنة هذا من الطيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. فيجب التوكل على الله، وبدل التشاؤم يأتي بالتفاؤل، فيؤمن الخير لله عز وجل، يؤمن الخير بإخوانه المسلمين، يؤمن الخير في البقاع وفي الأزمان. فلا، ويقول إذا حصل في نفسه شيء من الطيرة، لأن الإنسان بشر، فإذا حصل أحس في نفسه شيء فليقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. ويقول أيضا: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، آخر سؤال الله يقول: ما رأيكم فضيلة الشيخ من بعض الشباب الذين ليس عندهم تأدب عند محادثتهم لوالديهم؟ أنصحهم بأن يتقوا الله عز وجل، وأن يحترموا الوالدين، وأن يكرموهم، وأن يبروا بهم، وأن يخاطبوهم بالخطاب الطيب. قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما خذ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله نهى عن النهر، نهر الوالدين وزجر الوالدين، وأمر أن يقول الولد قولا كريما طيبا يطيب خواطرهما ويشرح صدورهما. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما حكم الاستحمام في الحمام بماء زمزم مقروء عليه سورة البقرة؟ إذا كان هذا من باب العلاج فلا بأس بذلك، وأما إذا كان من باب من غير حاجة ومن غير باب العلاج فيكره، يكره الاستنجاء بماء زمزم، ويكره إراقته في الحمام إكراما له، لأنه ماء طيب، ماء شريف، فيكرم. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا عمل لي شخص عمل طيب فما هي العبارات التي أكافئه فيها؟ وإذا قلت له شكرا هل تجزي لي؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، تكافئه بمثل ما أعطاك وأحسن. فإن لم تجدوا ما تكافئوه
فادعوا له حتى تروا أن قد تابعتموه. المكافأة لمن يستطيع، ومن لم يستطع المكافأة الدعاء، ادعوا له بالخير ويدعوا له بالبركة، يشكروا له معروفة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو معاذ يقول: فضيلة الشيخ، الجار المؤذي كيف أتعامل معه؟ تصبر عليه، تتعامل معه بالصبر وتحسن إليه، تقابل إساءته بالإحسان، لأن ذلك يخجله، ولأن ذلك أكثر أجرا لك أنت. تصبر عليه وتكرمه وتحسن إليه، تقابل إساءته بالإحسان. نعم. هل لابد يقول من قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة أو جزء منها يا شيخ؟ الأثر وردت في قراءتها كاملة ولا يكفي جزء منها. نعم. أخيرا يقول: ما معدل حفظ القرآن الكريم وقراءة القرآن الكريم في الشهر فضيلة الشيخ؟ الشهر يعني أطول زمان لقراءة القرآن هو مدة شهر، كل يوم جزء، هذا على الأقل، كل يوم جزء، وإن ختمته قبل ذلك فهو أحسن. نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يتجدد اللقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.